بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا فقرتكم الطبية الأسبوعية في برنامجكم آخر النهار. النهاردة حملة فؤاد مظبوط، هتكلمنا عن بعض المشاكل اللي ممكن تصيب القلب وبالتحديد في الشريان التاجي. بيشرفنا بالحضور النهاردة دكتور أحمد جعفر، استشاري ومدرس أمراض القلب بكلية طب حلوان. منورنا يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم أستاذ مشاهدي. خليني أبدأ كده الأول بالراحة خالص، ندخل حبة حبة ونفهم بس وظيفة القلب في الجسم وإيه القصور اللي ممكن يحصل فيه يخلي الوظيفة دي يعني ما تبقاش على أكمل وجه. طيب ومبدئيا بس لازم نعرف هو الإنسان عايش إزاي. أوكي. هو الإنسان عايش عن طريق الدم اللي بيمشي في الجسم ويحاول يوزع الأكسجين والتغذية على الجسم كله. فلو احنا فكرنا بمنتهى البساطة إن الجسم ده هو مجموعة خلايا كبيرة وأنسجة يعني في كل الأعضاء الموجودة دي محتاجة يوصل لها الدم. هتوصل إزاي؟ يعني من ناحية الفيزياء عموما خالص، أنا محتاج لازم مضخة توصل الدم ده للجسم كله. المضخة دي ربنا خلقها هي القلب. القلب وظيفته الأساسية إن هو يبدأ يضخ الدم للأنسجة كلها، الدم يوصل للأنسجة يتاخد منها الأكسجين اللي فيها والمواد الغذائية اللي محملة عليه، وبعد كده بقى الدم دوت في الفترة دي خلاص ما فيهوش حاجة مفيدة، فلازم يرجع تاني يتسحب تاني عشان يتم إنه يعدي على الرئة يحمل الأكسجين من تاني ويبدأ الدورة الجديدة. القلب هو الوظيفة دي الأساسية، وبالتالي احنا ما نقدرش نعيش من غير القلب. والقلب هو المضخ اللي بتشتغل تقريبا 24 ساعة في اليوم، 80 دقة في الدقيقة متوسط، من غير ما يرتاح ومن غير ما يفصل ومن غير ما تعمل له صيانة يعني زي أي مضخة تاني. فهو العضو الأساسي والرئيسي لاستمرار الحياة في الإنسان. وظيفة القلب مش مجرد بس نوع المضخ بس، القلب عنده وظيفتين. الوظيفة الانقباضية المتعارف عليها اللي هي كمضخة اللي هو يضخ الدم للجسم كله، إنما في وظيفة مهمة تانية إن هو يستقبل الدم كويس. فده مطلوب منه حاجتين، قوة الانقباض بتاع العضلة ومرونة القلب عشان يستقبل الدم اللي جاي له تاني ويبدأ يضخه مرة تانية. ده متوقف على عوامل كتير جدا. القلب عبارة عن عضلة، العضلة دي ليها شرايين بتغذيها، والشرايين دي لازم تكون في كفاءة تامة عشان العضلة ذات نفسها بتاعت القلب كوظيفة تبقى شغالة بكفاءة. تمام. أي خلل في المنظومة دي في العضلة بتاعت القلب ذات نفسها أو في الشرايين اللي بتغذي القلب أو في الضغط بتاع الدم هيبدأ يحصل خلل اللي يبدأ يأثر على بقية أنسجة الجسم. لأن القلب لو في أي خلل طبيعي كل الأنسجة التانية يحصل فيها خلل، لأن هو الأساسي الموزع والحافظ للحياة. معظم مشاكل القلب الموجودة في الغالب بتبدأ من سن كبير شوية وتبقى سببها تصلب الشرايين التاجية. إنما مش هي دي الحاجة الأساسية. يعني والحاجة الوحيدة، إنما ده معظم مشاكلنا حتى عندنا في مصر، إنما في كل العالم كله المشكلة الأساسية هي تصلب الشرايين. مصر من الدول دي وبدأ يظهر فيها الموضوع ده بعنف في الفترة الأخيرة وبقى زايد قوي حتى من قبله في سن صغير عن الأول. يعني ليه علاقة بنمط الحياة وليه علاقة بالأسلوب الأكل بتاعنا وعدم ممارسة الرياضة. تصلب الشرايين بتقابلوه في سن صغير. أنا الفترة الأخيرة بس يعني في أحد المستشفيات اللي شغال فيها، مستشفى حكومي يعني تبع وزارة الصحة، عامل كمية حالات أصاط لشباب في العشرينات والثلاثينات. يا نهار أبيض. جلطات شرايين تاجية وتصلب شرايين تاجية. طبعا يعني معظمهم عندهم مشاكل خارج الصحة العامة بتاعت اللي هي المعتادة عليها، يعني بعضهم للأسف بيشرب سجاير بشراهة، بعضهم بيشرب شيشة. بعضهم ايه ده، كل الشباب بيشربوا شيشه وسجاير؟ انا بتكلم عن الجزء اللي انا قابلته. طبعا الموضوع منتشر بشكل عنيف. الحاجه الثانيه المخدرات. يا ساتر. يعني معظمهم للاسف فعلا يعني لما تضغط عليه في الكلام او تكلمه على جنب لا بيشرب مخدرات. المخدرات بتعمل طبعا لان بس القصه مش قصه المخدرات العاديه المعتاده اللي هو الحشيش يعني وكده. للاسف في الفتره الاخيره بقى الناس الموزعين او اللي بيتاجروا في المخدرات بيبدا يحط مواد كيماويه على المخدرات عشان الشخص يبقى مدمن عليها اكتر. فبدا يحصل مشاكل اكتر واسوأ. فبيت يعني ممكن نلاقي شاب حاجه 20 سنه 25 سنه وجايب جلطه في القلب. يا نهار ابيض. طبعا في جزء بس عايز دراسه اعمق من كده، بس دي ملاحظات. يعني الشباب اللي بيروح الجيم وبياخدوا المستحضرات والمكملات اللي ما اعرفش ايه الرقابه عليها اساسا. يعني في رقابه عليها من وزاره الصحه او ما عليهاش رقابه من وزاره الصحه. يعني بتحرك بتلاقي عبوات موجوده في الجيم وبياخدوها وما نعرفش ايه اثرها بالظبط. دي بتعمل ايه؟ هي معظمها بتبقى فيتامينات، يعني بيقولوا لهم دي فيتامينات، دي حاجات بعضها فيها شوكولاته إيه؟ باودر مش عارفه ايه بيبقى فيها. لا هي في صوره الشوكولاته في صوره باودر. اللي هي دي حاجات انابوليك، حاجات بتساعد نمو العضلات بشكل اسرع شويه. وحاجات فيها بعضها فيها استرويدز اللي هو يعني شبه الكورتيزونز وحاجات زي كده. انما ده الحاجه المتعارف عليها عالميا. انما فعليا الموجود في العبوه اللي موجوده في المركز ده او في الجيم اللي موجود في الجراج او البدروم عباره عن ايه انا ما اعرفش.
هل عليها رقابه ولا يعني لا؟ يعني متعارف عليه عالميا برضه مضر، فيها لا اضرار طبعا. فما بالك بقى هم ممكن يكونوا داسين فيها ايه؟ هو أوكي. الهدف ان هو يوصل لكميه عضلات كبيره في فتره قصيره بكميه تدريبات اقل. ليها اعراض جانبيه كتيره معروفه، ومحتاج الشخص اللي بياخدها ان هو يبدا يعمل تحليل بشكل دوري للحاجات اللي هي المعروفه. انما انا بشوف يعني عبوات موجوده يعني انا ما اعرفش يعني. يجي لك حد بادي بيلدنج وكله صحه كده وتلاقيه وقع كده بالقلب؟ على فكره مش قليل. يا نهار ابيض. كتير، وغالبا بعد ما يكون جاي من الجيم. يا ساتر. احنا بنسمع فعلا مؤخرا يعني. انما انا عشان اعمم اقول حكم علمي، انا يعني احنا لازم يبقى في دراسه علميه طبعا وفي تفسير علمي، ما ينفعش مجرد ملاحظات. انما انت ممكن الملاحظات بتاعتك تبقى الارم، خد بالك ان في مشكله بتقابلها في فتره فلانيه. طبعا في بعضهم لا بيشرب سجاير ولا مخدرات ولا مش عارف ايه، برضه جاله. طبعا دي حاجات لها علاقه بالجينات اكثر، يعني هو الشخص عنده مرض جيني ليه علاقه بتمثيل الدهون او تصلب مبكر للشرايين. هو برضه في نقطه مهمه، ان احنا تصلب الشرايين كلنا بنعاني منه، ده طبيعي. كلنا ازاي يعني؟ من بعد يعني هو امتى يبدا تصلب الشرايين؟ فيها كلام كتير وبعضهم بيقول بشكل يعني عنيف شويه ان هو بيبدا حتى من فتره وجود الطفل في بطن الام يبدا موضوع تصلب الشرايين. وبعض يقول لا، اما بعد فتره الطفوله يعني بعد سن 10 15 سنه يبدا تصلب الشرايين. انما بغض النظر عن يبدا امتى، هو ده حاجه طبيعيه ملازمه للانسان. زي ما بيبدا يكبر وزي ما التغيرات تحصل في الجلد وفي العظم وفي المفاصل، تصلب الشرايين بيبدا برضه من سن مبكر ويستمر معانا. انما هي النقطه، امتى تصلب الشرايين يوصل لمرحله ان هو يعمل لي ازمه للقلب او قصور في وظيفه الشريان؟ ما هو دي الفرق بين تصلب الشرايين وقصور الشريان. قصور الشريان ان الشريان وصل لمرحله التصلب اللي فيه يمنعه عن اداء دوره الطبيعي. الطبيعي ان احنا بعد سن 55 للذكور وفوق 60 سنه للسيدات، ده متوقع ان دي الفتره ممكن يحصل فيها تصلب الشرايين. قبل كده ده اسمه تصلب مبكر للشرايين. فدي التصلب المبكر للشرايين غالبا الشخص ده بيبقى عنده هو مشكله في الجينات بتاعته. وغالبا هتلاقي حد من اسرته عنده مشكله في موضوع تصلب الشرايين او جاله قبل كده حاجه من الحاجات دي. هنا الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي، ان هو العلاج بتاع تصلب الشرايين بيبقى مختلف حسب الشخص، البداية بتاعته كانت بادئة ازاي. فبعضهم لا، ما عندوش أي حاجة من الحاجات دي، يعني عايش كويس، إنسان ملتزم في حياته طبيعي وجاله بدري. طيب يعني إيه الهرج بقى اللي ممكن يحصل له فيعرف إن هو داخل على موضوع تصلب ده؟ هو تصلب الشرايين للأسف ملوش أي أعراض لحد ما يوصل للمرحله اللي يبدا القلب فيها يبعت الرساله التحذيريه، انا عندي مشكله. اللي هي غالبا بتبقى الالم. الام الصدر. الا يعني ممكن يحصل تصلب من غير الم ويقعد فتره عنده تصلب؟ طبعا طبعا. معظم المرضى اللي عندهم قصور شريان تاجي مروا بفتره من فترات كان عندهم قصور وتصلب بس ما فيش اعراض. معقوله؟ والدليل ان احنا حضرتك الناس اللي ماشيين في الشارع، حتى حضرتك خدت قطاع يعني المبنى اللي احنا شغالين فيه ده وجبت الناس كلهم عملت لهم فحص للشرايين التاجيه، هيطلع جزء غير قليل عنده تصلب في الشرايين. يا نهار ابيض. انما هي النقطه انه مش عامل له مشكله في اللحظه الحاليه. لازم الضيق في الشريان يوصل لدرجه حرجه معينه عندها الدم الواصل بعد الضيق قليل، فالخلايا تبدا تشتكي. الشكوى غالبا الاساسيه او النمطيه معنى اصح، لان في شكوى نمطيه. الشكوى النمطيه بتاعتنا بتبقى الام الصدر. الام الصدر اللي بتبقى مرتبطه بالشريان التاجي واضحه جدا طبعا، اللي هي موجوده في الكتب والناس كلها عارفاها، بتيجي في يعني في حتى في المسلسلات والافلام. لما حد يضايقه او يتعصب او يطلع سلم عالي او يمشي مشوار يبدا يحس بالم في منطقه الصدر. الم في الصدر ممكن يسمع لظهره او لقبته، وبعدين لما يرتاح شويه يبدا الالم يروح وخلاص. يجي بقى في صوره حاده او يجي في صوره مزمنه، دي نمطين مختلفين خالص. يعني احيانا الشخص اول شكوى ليه تبقى هي لا قدر الله الذبحه غير مستقره او جلطه في القلب، او للاسف احيانا وفاه مفاجاه. الايه؟ الوفاه المفاجاه. يعني احد المسؤولين الشباب، لو احنا طبعا ما اقدرش اقول ان ده التشخيص، بس عامه التشخيص زي كده، شخص جاله الم مفاجئ وشديد في الصدر وما لحقناش نشخصه والشخص توفى. 90% ده شريان تاجي وجلطه. ده مش كله كده. الشريان التاجي بقى الالم دوت، ودي اساسا ربنا خلقه حاجه اساسيه وتحذيريه، ان خد بالك في مشكله ابدا روح للدكتور. مفيش حاجه اسمها انا بيجي لي الم في الصدر لما اطلع سلم او امشي وابدا اخد مسكنات مع نفسي او ده شويه برد او صاحبي او على القهوه قال لي خد قرص اسبرين او خد، مفيش حاجه اسمها الكلام ده، لان انت مش هتقدر تشخص ده شريان تاجي ولا خطورته قد ايه ولا ايه المفروض يتعامل معاه.
لان الموضوع فيه عوامل كتير جدا. وبرضه ما يستصغرش نفسه. لا يعني انا لسه صغير معقوله هيجي لي حاجه كده؟ اه ما هو يعني طالما في الم يبقى في مشكله. طبعا ممكن يطلع كلام فاضي خالص، مش قصه كده، التهاب في العضلات. احنا نبعد الموضوع عننا وخلاص نطمن. كميه غير قليله من مرضى الشرايين تاجي حضرتك بيتم تشخيصهم او بيبقى معتقد انه عنده حموضه في المعده. الم بيجيله في معدته وبيبقى حرقان. حموضه في المعده ده موضوع تاني خالص. بالظبط. هي اللي يقدر يفرق الاثنين من بعض الطبيب. يعني يروح للطبيب بتاع الجهاز الهضمي يبدا يشك ان الاعراض مش ماشيه قوي، يقول لا روح لدكتور القلب. الله، يعني يجي له وجع بقى مش في صدره خالص. خالص. وجع في بطنه، في فم، كانه في فم المعده يعني؟ ايوه. ما هي النقطة بقى هنا مهمة، يعني ايه صدر؟ آه. ايه تعريف كلمة صدر؟ ألم في الصدر. اه. التعريف التشريحي اللي هو الصدر يشمل من منطقة أسفل الرقبة لحد آخر القفص الصدري، ده وضع القفص الصدري. كلمة آلام بالصدر، صدر في تخصص القلب يشمل من أول سرة الإنسان لحد فك السفلي. من سرة الإنسان؟ آه. الصدر؟ لحد فك السفلي، دي كلها منطقة الصدر اللي يجي فيها آلام بتاع اللي خاصة بشؤون التركيز. أدي أول مرة أسمع المعلومة دي. وحضرتك هتلاقي المفاجأة دي كتير، شخص راح الاستقبال معرفة أو جار عنده وجع في معدته، كان فاكر إنه عشان كان أكلة وحشة صعبة بالليل. فدكتور عمل رسم قلب، طلع عنده جلطة في القلب. دي شكوى متكرره على فكره. طب واللي هيروح الطوارئ ويبقى عنده وجع في معدته هيعمل له رسم اي دكتور قلب؟ طوارئ مستواه كويس هيعرف ويعمل هيعرف له رسم قلب. لازم يعمل رسم قلب. تمام. بعض المرضى بيجوا لنا على فكره محولين من طبيب الاسنان. الله، ايه ده؟ اه والله، يعني يروح لدكتور السنان يكشف عليه لسه كويسه، اسنانه كويسه، بس الراجل بيقول لا انا عندي وجع في صدري، فاسف في اسناني. يا مفيش حاجه، الدنيا كويسه، يديله حاجات اللي هي اللثه، الم في الاسنان مستمر. يبدا طبيب الاسنان اللي هو مستواه كويس يساله بعض الاسئله. الوجع بيجي لك امتى؟ والله يقول لما حد يضايقني. بيجي لي اكتر لما امشي. يسمع في السنان الفك اللي تحت. عشان كده قلت الصدر بالنسبه لتخصص القلب من صوره الانسان لحد الفك السفلي. يا جماعه ده حاجه خطيره جدا وجديده جدا المعلومه دي، يعني ناخد بالنا منها. ناخد بالها منها، عشان كده مش حاجه اسمها ان حد يشخص حد او صاحبه قال له او الكلام اللي بيحصل ده. في حاجه اسمها ان الدكتور وظيفته ان هو يشخص. انا طبعا بروح، اول ما بروح للطبيب المعتقد ان الشكوى بتاعتي تخصه. يعني الم بيجي لي في معدتي، طب يروح الجهاز الهضمي. طبيعي صحيح. سنين يروح لدكتور سنين. اه بالظبط كده. هي هنا بقى الفكره بتاعت ان الطبيب معلومات واسعه لحد فين؟ هيبدا يواجهه. برضه الكلام اللي احنا بنتكلم مع بعض كزملاء، يعني لما تلاقي ان الشكوى مش نمطيه ابدا فكر في حاجه خلاف المعتاد عليها. انما ما تفضلش ماسك في نفسه، ادي له حاجات للحموضه، ادويه للامساك، ادويه يعني خلاص. هو الشكوى الراجل بيقول لك الوجع ده بيجي له احيانا، بيجي لي لما امشي او بيجي لي لما حد يضايقني او لما اطلع سلم. خلاص. مش ماشيه مع الاكل. الاكل لما واحد، وبالتالي لما هياخد الادويه بتاعه الحموضه مش هيخف، يعني مش ممكن يتحسن نسبيا، بس ليه علاقه ان هو احيانا بيبقى عنده الاثنين مع بعض. ده ايه اللخبطه دي بقى يا دكتور بقى؟ ما هو عشان كده لازم الطبيب والتوجه للطبيب عند اي الم، مش بالظبط كده. الاستهانه، احنا للاسف شعب بيستهين، طالما الدنيا ماشيه، طالما العربيه ماشيه نفضل راكبينها وماشيين بيها. في التخصص بتاعنا احنا بالذات بلاش المفهوم ده، لان زي ما قلت لحضرتك دلوقتي للاسف احيانا بتبقى اول مره بيجي بيها بتبقى الجلطه او الوفاه المفاجاه. ولو حضرتك يعني دققت معظم المرضى دول هيبقى عنده شكوى، بس هو كان بيستعين بيها قبل كده. طب فكره انه ادعك صدرك او يعني بيقعدوا يعملوا حاجات كده انه يعني ايه والالم هيروح باذن الله؟ هو طبيعي ان الالم في الذبحه اللي ما دام مش جلطه، لو مش جلطه الالم ليه وقته هيروح. خمس دقائق، 10 دقائق، ربع ساعه ويروح. فهو اعتقادا ان هو لو عمل كده راح، وما راحش ولا حاجه. المريض المزمن عارف ان هو لما بيبطل الحاجه اللي بتعمل له كده، يعني ماشي في الشارع بيقف ياخد نفس ووجع يروح. المريض المزمن اكتر مع الحبايه اللي هي تحت اللسان، اللي هي النيتروجليسرين، بياخدها تحت لسانه والالم يروح. انما طب الالم يروح وهو يعيش حياته ولا لازم بقى يروح لدكتور؟ ما هنا لا، هو لازم يروح لدكتور، لان تشخيصه ده قصور شرايين تاجي مستقر او غير مستقر، دي وظيفه الدكتور. الحاجه الثانيه قصور التاجي المستقر ده هيمشي بعلاج دوائي او يخش ما بعد ذلك مثلا فحوصات او قسطره قلب، دي برضه للطبيب. لو عملنا قسطره قلب هيكمل بعد كده على ايه؟ برضه شغل الطبيب. طيب انا بتكلم في فكره انه الالم يروح، مش معنى ان الالم يروح انه خلاص يطنش وما ينزلش. لا طبعا، الدكتور الالم بيروح ده انذار وراحه، والانذار اللي عنده بتاع العربيه بيشتغل وبيفصل. صحيح. هو يعني مش لازم لحد ما العربيه تتسرق ابدا بقى اتحرك، هو الالم كان وظيفته ايه؟ تشبيهات حضرتك الحقيقه. في مشكله، في مشكله،
كان من الاول الالم بيجي لي كل يومين ثلاثه مره، بيجي لي كل يومين مره، بيجي لي كل يوم مره، كان بيجي لي على الدور الرابع، بيجي لي على الدور الثالث، بعد الدور الثاني، يعني المشكله بتقرب مني. وانا برضو يعني لا طبعا مفيش حاجه اسمها انا بطلع السلم او امشي مشوار طويل يجي لي وجع، فانا لا طالع سلم ولا ماشي في مشوار. دي بقى اكتر السيدات امهاتنا هي عارفه مثلا تمشي مشوار في الشارع او تطلع السلم الدور الثاني او الثالث عند ابنها عشان تزور، بيجي لها الالم في الصدر، فتقرر ان هي ما تخرجش من البيت. مش المفروض. فيعني انا مش هوصل لمرحله طبعا غلط. انت كده بقى حضرتك بقيتي معاقه، دي اعاقه. صحيح. ان اضطر اقعد في البيت ما امارسش حياتي، دي اعاقه. فانا مش يعني بالظبط، يعني انا ماجل القضيه لحد ما يجي لحد عندي. فلا طبعا. يعني هي كده مش بتعالج نفسها. هي بتهرب من المشكله. ودي حاجه على فكره مشهوره جدا في الطب، مشكله الانكار. يعني هو عارف ان هو من خبرته في الحياه وزمايله ان هو الالم ده غالبا شو انتاج. فيعمل ايه؟ ما يطلعش السلم. يقول لك انا كده كويس. ودي بتحصل كتير على فكره. يعني لا، هو المفروض هيطلع السلم، يعني لو اتعالج هيقدر يطلع السلم ويمارس حياته عادي. بس طيب العلاج هنا بقى يا دكتور بتبقى بادويه، بتبقى بقسطره، بتبقى بايه؟ هو نمره واحد طبعا العلاج، يعني لازم مفهوم يتطور في العلاج، ان انا مش لازم اوصل لمرحله اني بقيت مريض. العلاج يبدا بان انا ما بقاش مريض اصلا. يعني الاشخاص اللي خلاص بقت حياتهم كلها معتمده ان هو راكب عربيته حاطط العربيه تحت البيت، لو راح يجيب شويه حاجات من السوبر ماركت طبعا يركب العربيه. لا طبعا دي اكبر للأسف. العربيه اكبر مشاكل اللي ظهرت الفتره الاخيره. يعني انا فاكر زمان مثلا كان الجمله مشهوره في المسلسلات او الافلام، هو المكان الفلاني فين محطتين اتوبيس اللي هو هيمشيهم، يعني دول مش محتاجينك اوصف لك اقول لك تركب ايه. دلوقتي لا، دلوقتي حضرتك لو 100 متر بيركب العربيه بتاعته. صح. فلازم تغير نمط الحياه، نمط الحياه حاجة اللي هو كل حاجه الريموت، كل حاجه ما بتتحركش. الحركه كتير مهمه، ورياضه على قدر الامكان، مش العب رياضه، على الاقل امشي في الشارع ربع ساعه نص ساعه يوميا، بس ماشي المسار شويه. الاكل بتاعي يبقى صحي، يعني ما اقعدش اكل مثلا حاجات فيها دهون وحاجات محمره وحاجات وفي الاخر اقول شنو انتاجي. لا طبيعي ان انا ابدا اكل الاكل الطبيعي. تمام. وفي نفس الوقت مع الرياضه والحركه. نمط الحياه اللي فيه ستريس عنيف واكن داخل حياه حرب وبحارب فيها، لا القصه مش كده. مهما حاربت في الاخر هتوصل للمرحله بتاعتك اللي هو ربنا كاتبه لك. لازم ابقى انا هادي. ابدا اعمل شيك، يعني انا وصلت مثلا 40 45 سنه، طبيعي ان انا ابدا ابص اشوف ان عندي سكر، ما عنديش سكر، الكوليسترول بتاعي عامل ايه. انا عارف ان والدي ووالدتي جالهم شريان تاجي في سن صغير، ما بستناش لحد ما يجي لي. ابدا اشوف انا البروفايل بتاعنا عامل ازاي. بعد كل الكلام ده انا عايش نمط طبيعي والدنيا كلها كويسه، بس خلاص قدر ربنا سبحانه وتعالى ان انا بقيت مريض شريان تاجي، ابدا اتابع مع دكتور يكون امين، ابدا اشوف اغير بقى. لو الكوليسترول بتاعي عالي لازم الكوليسترول بتاعي ينزل. لو انا عندي الضغط لازم الضغط يظبط كويس قوي. لو انا عندي السكر لازم السكر يظبط كويس قوي. مفيش حاجه اسمها اصلا السكر الطبيعي بتاع 300 يعني مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. يعني دي مجازفه رهيبه. طبعا مفيش حاجه اسمها ضغطي 160 90 او 160 100 ده انا كده مرتاح، لما بظبطه عن كده بصدع. يعني انت وصلت لمرحله ان شرايين المخ بتاعتك يعني تصلبت وانقبضت لدرجه ان هو مش قادره تتعود على الضغط الطبيعي. طب انا عايز اسال سؤال، يعني هل تغيير نمط الحياه يعالج الموضوع؟ مش هيعالج الموضوع. من ناحيه لو حصلت المشكله ضيق شريان. انما انا دلوقتي عندي ضيق شريان تاجي. الضيق 70 80% وضغطي 170 180. طب ما هو الضيق ده علشان انا ضغطي عالي، القلب مطلوب منه يبذل مجهود عنيف قوي عشان يتغلب على الضغط. صحيح. طب ما انا اريح من عليه، اشيل من عليه الحمل بتاعه، فيبدا الدم اللي واصل له يبقى الدنيا كويسه ومستقر. يعني لو انا ماشي كويس والعلاج الدوائي ما بشتكيش. طب ما خلاص. يعني امتى بقى المرحله اللي بعد كده؟ لو العلاج الدوائي مش جايب نتيجه ابدا اخش مرحله ثانيه اللي هي مرحله القسطره والتشخيصيه والتدخليه. اللي بعد القسطره ده كلام ثاني بقى خالص. احنا محتاجين دعامات، محتاجين قلب مفتوح، علاج دوائي، دي قصه ثانيه. يا رب ما نوصل للقصه دي. ان شاء الله باذن الله. اعتقد حضرتك التوصيات اللي قلتها بشكل لطيف جدا والتشبيهات اللي حضرتك قلتها تبقى كده علامه يعني انذار او جرس كده لكل الناس اللي يعني مستهونه بالموضوع ده. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور احمد جعفر استشاري مدرس امراض القلب بكليه طب حلوان، نورتنا يا دكتور. شكرا يا فندم. بشكركم مشاهدينا واشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله.